وطالب زغزغه. ها صباح العسل. ميكس السونس يا قلبي. واحد ميكس السونس وواحد صاروخ بليز. بيلي بليز تاني كده بليز. ربنا اديك واحد فيهم هدايا. بعد اذنك كده ابله، مين صاحب العربيه دي؟ ايوه يا باشا، الامر لله واحد. مش معلق ليه شهاده الصحه على العربيه؟ تعالى يا باشا اتفضل، تعالى يا باشا اتفضل، انا نازل لحضرتك. اتفضل اتفضل يا باشا، تعالى اتفضل يا باشا. يا باشا العربيه دي 100 100 ومعروفه هنا واكلها نضيف، عمر ما حد رجع لي تعبان. براحتك، عاوز تدوق ادوقك المنيو كله، لو رجعت تعبان يبقى ليك الكلام. انا مش جاي اكل، انت ولا معاك شهاده ولا رخصه ولا تصريح. واحده واحده يا باشا، واحده واحده عليا، انا ماشي في الاجراءات دي كلها والله العظيم بقى لي حبه. انت سيد اللي عارفين الكلام ده بياخد وقت، انت عارف. يبقى تلم النصبايه اللي انت فيها دي لحد ما ورقك يبقى سليم. على راسي يا باشا، على راسي. بس يعني انا شاب لسه صغير في اول حياته، اعتبرني اخوك الصغير. ده مشروع فاهم، اكل عيش على قده يعني، الدنيا لسه على قد كده. يعني انت عايز تاكل عيش وما تديش الحكومه حقها يا جدع؟ كل الحكومه هي اللي بتعمل العيش، اللي محتاجين ياكلوه هم الغلابه اللي زيه زي عمر يا باشا. تمام. انا هاخد 1000 جنيه عشان يعني ظروفك واللي انت فيه وانك شاب لسه بتبدا يعني. ربنا انا حبيت، انت راجل تمام وفي السليم، عشان كده انا هاجي معاك دغري. انا كل اللي عملته النهارده 500 جنيه، خدهم حلال عليك. ها؟ ما تكسفنيش بقى، اجيبهم لك حالا. اتفضل يا باشا، اوعى تمشي، اعمل لك حاجه تدقها. عارف لو طلعت بتكذب عليا ومخنصر حاجه كده ولا كده هعرف، انا ما بيخبيش عليا حاجه. قلت لك اللي هو الدهون انا اديتهولك، ولو قال لك غير كده بقى تعالى حاسبني. امين، اديني حقي بقى. خد دول نصيبك عشان تعرف بس ان حقاني. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.